مين في حياتنا كده كلنا محطات، وكل محطة بيبقى فيه شخصية مؤثرة بتوجهني التوجيه اللي ببني عليه ان انا اطلع للقمة وابقى ايقونة من ايقونات كرة السلة. محطاتك والشخصيات المؤثرة؟ يعني بص، محطتي في الاول اكيد وانا صغير هي اكيد والدتي، يعني والدي اكيد مش هنكر دوره، بس والدتي اكتر. اوكي، لان والدتي كانت على طول هي الموضوع التربية ده مخصوص ليها. يعني والدي كان شغله والدنيا بيأمن من حتة تانية، وسايب جزء البيت بالثقة طبعا لوالدتي انا واختي. يعني بطبيعة الحال هو يعني بالطبيعة، لا، في اوقات بتبقى اسر بتبقى بتلاقي الوالد دوره اكبر من الوالدة، بس انا ما بنكرش دور الوالدي. يعني اكيد بتروح معاك التمرين وتيجي وترجع، دي للاسف دي نقطة كمان دي مؤثرة جدا في الاجيال اللي بتطلع دي. انا والدتي ما كانتش بتحضر معايا تمرين. انا والدتي بدات تتفرج عليا في الباسكت اول ما بدا العب 93 مع المنتخب، وبدات ماتشات تتحط على التلفزيون، ورحت الاتحاد. بس قبل كده انا في النادي، بتحطني في النادي وبتسيبني خلاص، وبعد كده برجع. لان انا كنت في الشاطبي، بيت جدتي جنب بيت النادي، جنب النادي على طول. فانا كنت على طول ببقى موجود هنا في الصيف، بروح النادي من الصبح وارجع. والدتي ما كانتش بتتفرج عليا ولا والدي وانا صغير، ولا يعرفوا انا بعمل ايه. لما بدات تتذاع الماتشات والاتحاد بداوا يتفرجوا. فدي مرحله كانت فيها والدتي. اوكي، بعد كده بحكم اكيد طبعا انه احتراف وسفر وجواز، فعندك جزء اللي هو مراتي اكيد ليها دور كبير فيه. ده على المستوى اللي هو خارج الملعب. اوكي، على مستوى جوه الملعب تكيف بقى كان اساسي عشان تكيف مع لبنان، اكيد كانت الزوجه هي اللي عامل ده. لا يعني انا اتجوزت بعد ما رحت لبنان تقريبا بثلاث سنين، يعني من 97 2000 اتجوزنا. فمن 2000 لغايه دلوقتي الكريدت كله ليها. يعني قد ايه هي فعلا موضوع الاستقرار بيساعد اللعيب بالذات لو محترف طبعًا. ان انت تقدر تحافظ على نفس النمط والليفل بتاعك وتعلى بيه.